فرضت خليه الازمه للوقايه من كورونا في قضاء ضلوعي جنوب صلاح الدين اجراءات امنيه وصحيه مشدده للتحقق من سلامه الوضع الصحي لمنتسبي الفوجين الثاني والثالث من قوات عمليه سمراء اثناء مرحله التحاق واستبدال الوجبات. واشرف على العمليه مقام القضاء وقائد الشرطه ومدير الامن الوطني ومسؤولي الدوائر الصحيه والخدميه. وتاتي هذه الاجراءات للتاكد من سلامه المنتسبين الملتحقين بما يحافظ على صلاح الدين بيضاء من كورونا.